آه صحيح، تذكرت. امبارح بعد ما طلعت من الشركة اجاك هالظرف، وقالوا لي وصل لك اياه بس انا نسيت. ماشي. مين اللي جابه؟ ما بعرف، سكرتيرتك عطتني اياه، بعتقد بعتينه بالشحن. ماشي. خلينا نطلع على الاستراد. حاضر. ما رح نروح على الشركة، بدنا نروح على ريفا. أو أقول لك خلص بلا، خلينا نروح على الشركة. حاضر يا بيك. قاعد لحالك؟ أنا قلت لها للسكرتيرة بس يفضل خبريني، صار لي زمان عم بستنى جوا ولهلأ ما خبرتني، فكرت إنه الاجتماع لسه ما خلص. أنت منيح؟ لا مو منيح، مو منيح أبداً. لا تقول هيك عدنان، بعرف إنك إنسان قوي وما بتضعف قدام هيك موضوع. الكلام اللي قاله هالواطي حلمي خلاني اتضايق كتير، صرت اتساءل وقول يا ترى معقولة، مع اني بعرف منيح ومتأكد انه هو عم يكسب. شو ساوي؟ بدي لاقي اي طريقة لحتى اتخلص منه. صرت شك بسمر وبابن اخي، معقول؟ لا تضايق حالك، اي واحد مكانك رح يحس نفس الشي، هذا وضع طبيعي. ما حد احسن فكر بنوب، يعني ما حدا عارف شو بدي ساوي. شو ساوي؟ على القليلة أنا ما كان لازم أحكي هالموضوع مع سمر ولا حتى أفكر فيه. والله صرت أخجل من حالي، ما عم صدق شلون نزلت لهالمستوى. طول بالك، أنت أعصابك متوترة شوي. معك حق. خدها لسمر وروحوا على شي مكان بعد عن هالجو شوي، بلكي بتهدأ أعصابك وبتروق. مشان يستغل عدم وجودنا ويجن أكتر من هيك؟ لا لا تخاف، رح يصحى ويعرف الخطأ الكبير اللي ارتكبه. أنا حكيت مع الرئيس وقال لي إنه مبلشوا بالإجراءات، وقريباً حلمي رح يتقلع من جمعية رجال الأعمال نهائياً، وقدم لي ضمانات بهالشي. قال عم بيقاطعوه بشكل غير رسمي بسبب سلوكه السيء بالسوق، يعني مو بس نحنا، حتى هن ما بدهم إياه بالجمعية. طمن بالك، صار صعب كتير على حلمي أونال يرفع راسه يا عدنان. لا تاكل هم. ما بتعرفي قديش خجلت قدام ولادي، ما كان لازم يصير هالشي ابدا، اصلا عيب انه ينحكى هالموضوع قدام الولاد. كل واحد بيعرف حاله يا عدنان، رجاء لا تفكر كتير وانسى الموضوع، انساه. لا تضايق حالك، لا انت ولا مهند ولا سمر، فكر شو بيكون صاير فيها. اكيد هلا رح تكون متضايقه كتير، اذا بتريد رجع لطبيعتك. إذا حست سمر إنك متوتر بيكون الحق معها إنه تزعل.
ما في غير كمية محدودة من هدول. إذا بدكن يا خانم نبعت نجيبهم من إيطاليا. لا، برأيي هذا مناسب أكتر. صحيح، هلا ماش بيناسب طقم الكنبايات أكتر. طيب، ناخد هاد للكنبايات وخلينا نختار واحد من هدول مشان البرادي. بنصحك تشوفي هالكتالوج يا خانم. شوفي. طيب خلونا هلأ بالكنبايات واتركوا لي البرادي لبعدين. أنا آسفة أخذت من وقتكم. ولو، هاد شغلنا. أكيد رح نلتقي مرة تانية منشان البرادي بعد ما غير فرش الكنبايات. طبعاً، أهلا وسهلا. شكراً لكم. إذا قررت تروح على شي محل لا تفكر بالشغل بنوب، أنا بهتم بالأمور. شكراً. في ظرف لحضرتك يا بيك. سمر خانم، في رسالة لحضرتك. عنا اجتماع مع الممولين، ما بدك تجي؟ ماشي، بلحقك بعد شوي. يعطيك العافية. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. سهيلة لو سمحتي وصليهن على الباب. تفضلوا.